نعم وصلت الفكرة. وننتقل وإياك سيد علوان فيما يتعلق بانتهاكات أيضا حقوق الإنسان المستمرة في من قبل النظام الإيراني بحق الشعوب، والحقيقة عمليات تسميم طالبات المدارس في إيران. عدد كبير من المدارس أصيب فيه الطالبات بحالات تسمم جماعية، ما الذي يجري؟ نعم، في التأكيد الخبر المؤلم الذي سمعناه وهو تسمم حسب يعني تصريحات وزير الصحة الإيراني هو تسمم أكثر من 100 طالب في طهران، وأيضا قبل قليل في أردبيل تسمم أكثر من 7 مدارس، وهي حالة ليس طبيعية في الحقيقة. النظام الإيراني في الحقيقة أو النظام الملال العنصري في هذه الأيام أصبح على يقين على أنه الشعب الثائر أو الشعوب غير الفارسية في الحقيقة هي لن تصمت أو لن تسكت عن مطالبها الحقوق مطالبها الشرعية، وأصبح أو أوصى يعني وصل إلى فكرة على أنه بأي صورة من الأشكال أو بأي شكل من الأشكال يحاول تهدئة غضب الشارع بأي طرق الذي كانت. نحن شاهدناه عندما نتكلم في عام 2020 في جائحة كورونا، يعني هو جعل المدارس في يعني التعليم عن بعد في حين هو لم يمتلك أي هناك مستلزمات مدرسية للطلاب. الآن يعني خرجت تصريحات عن مسؤولين إيرانيين على أنه يجب أن تكون المدارس عن بعد، لكن هذه التصريحات يجب أن يكون هناك علامة استفهام. إذا يعني أرادت المدارس تكون تعليم عن بعد أو تكون في البيوت، هل لديكم مستلزمات مدرسية تكفي الطلاب يعني في كل هذه الجغرافية؟ بالتأكيد لا. ويعني الشيء الحقيقي أو الشيء الوحيد اللي يمكن أن يصدقه في الحقيقة المشاهد الكريم على أنه النظام الإيراني من خلال هذه الحادثة هو أراد أن يهدئ غضب الطلاب، لأننا في الحقيقة نشاهد منذ العام الفات في سبتمبر بداية الثورة إلى يومنا هذا تجتمع كل الطلاب بعد انتهاء المدرسة وتهتف بالموت للديكتاتور، الموت للحرس الثوري، الحرس الثوري منظمة إرهابية، النظام الملالي يجب أن يرحل، يجب أن تحل الديمقراطية. إذن هذه الأصوات سوف تؤثر سلبا عندما يسمعها المواطن الأوروبي أو عندما تسمعها المؤسسات الأوروبية، فبالتالي هو يحاول عن طريق هذه الأساليب بأي شكل من الأشكال يهدئ غضب الشارع، إما كان عن طريق تسمم لهذه الطلاب وهي في الحقيقة تعود جريمة نكراء يندد بها القانون الدولي، ويجب محاسبة كل من يقف في الحقيقة وراء هذه الحادثة أو في الحقيقة وراء هذه الكارثة. فبالتأكيد نحن نراقب ما يحصل الآن في هذه الأيام من تحركات إيرانية خبيثة وأساليب خبيثة، يحاول بكل طرق كما هو منذ سبتمبر عام الماضي هو قطع الإنترنت وقطع كل التواصل الاجتماعي حتى لا تخرج الأصوات، حتى لا يخرج صوت الحر إلى السوشيال ميديا ويشاهده العالم، وما يعني ما يقوم به النظام الإيراني وتعامله مع المتظاهرين الأحرار في كل هذه الجغرافية. نعم نعم وصلت الفكرة، وأشكرك شكرا جزيلا سيد حسن علوان عضو المنظمة الأحوازية للدفاعي عن حقوق الإنسان، كنت معي في هذه الفقرة من برنامج مسلمون حول العالم، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.